طلاب الازهر يعني، وانا يعني متى يكون هناك حد لهذا؟ وانا بعتقد هنا بنسميهم هنا ان طلاب الاخوان الارهابيه في الازهر بيوصلوا يعني سعيهم الى افشال محاولات افشال الدراسه في الازهر، وانتقلوا اليوم طبعا وصعدوا الى الشارع. فصراحه هم متشافين، مرصودين، متصورين، بترصدهم كافه وسائل الاعلام. كيف لا يمكن محاوله احتواء من يمكن احتواء منهم، توعيته او اتخاذ الاجراءات اللازمه مع هو يعني من يصر؟ اعتقد ان 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 هؤلاء الذين يسلون في غيهم لا يمكن ان يتم احتوائهم او يتم مراجعتهم فكريا، وبالعكس هم لازم يتم مواجهتهم والقبض عليهم او التعامل معهم بفصلهم من الجامعات يعني. لكن هم مبرر التاخير ده ايه يا استاذ صالح؟ انا لا اعلم اي مبرر لهذا التاخير يعني. وقانون التظاهر طلع وقال لك ان قانون التظاهر يطبق او يسري على من يتظاهر داخل الحرم الجامعي، ما بالنا بقى ان هم بيخرجوا خارج الحرم الجامعي. وتم بيشكلوا على سيارات المال، وتم هدم السور الذي قامت جامعه الازهر ببنائه، وبالعكس اعتدوا على المواطنين في الشارع وقطعوا شارع مصطفى النحاس وحاولوا الاعتداء على سيارات المواطنين وعلى الاوتوبيسات المره يعني بالشارع. ده كده عمل، ده مش سياسه وقاموا يعني، ولا مشعل الحرائق يعني والنيران في مواجهه الشرطه. فبالتالي لازم يتم مواجهتهم وتطبيق القانون عليهم اذا كنا احنا نعمل القانون. عموما نتناول الموضوع يكون عن محاكمة القرن، محاكمة الرئيس الأسبق مبارك. نطالع من الصفحة 6: النيابة تطالب بالقصاص للشهداء من مبارك والعدلي في محاكمة القرن. النيابة وجهت الاتهام للرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي بأن هم استخدموا العمليات الخاصة واستخدموا وجهوا أدوا أوامر. النيابة النهاردة وصلت باستخدام السلاح. النيابة كانت في الجلسة اللي فاتت كانت بتترافع من يومين، منذ يومين النهارده بتوصل مرافعتها للمره الثانيه على التوالي. النيابه النهارده طبعا طلبت بقصاص الشهداء، وقالت في مرافعتها ان في هذه الاحداث اللي بتشهد قتلى وشروع في قتل وغيره يتم الحكم بالاعدام. طبعا احنا نعلم جيدا ان هذه اعاده محاكمه، يعني تم الحكم على مبارك والعدلي بالمؤبد وتم نقض الحكم والمحكمه بتعيد المحاكمه مره اخرى. بس الدلائل اختلفت، ادله الاثبات اختلفت. النهارده يعني النيابه بتكشف لاول مره ان مبارك كان يشاهد عبر شبكه تلفزيونيه خاصه ما يحدث من قتل للثوار في ميدان التحرير ومدينة مصر المختلفه على مستوى الجمهوريه، ولم يامر بوقف الاعتداء قوات الشرطه على الثوار. هنا من هنا جاء بقى موقف طلب النيابه بالقصاص من مبارك على اساس ان هو لم يامر بوقف هذا الاعتداء من قبل قوات الشرطه على الثوار. الشيء الثاني ان النيابه النهارده كشفت ان الشرطه تلاعبت في دفاتر الخاصه بتسليح الامن المركزي وخلافه. وكما كشفت طبعا ان الشرطه استخدمت القوات الخاصه وهي غير مؤهله للتعامل مع المظاهرات. هي مؤهلة للتعامل في حاجة مع أحداث يعني مكافحة الشغب يعني. هي النيابة اكتشفت. طب هو احنا قعدنا في الكلام ده حوالي سنة ونص قبل كده ولم يكتشف يعني. يعني هو أنا يعني حاجة غريبة جدا يعني. تعلم جيدا ان النيابة رغم الدفاع وكل الإعلام اللي كان حاضر الجلسات اللي خلال الفترة اللي فاتت، تعلم جيدا ان النيابة عانت كثيرا جدا ولم تلقى أي دعم أو تعاون من أجهزة الأمن في إمدادها بالمستندات والأوراق، خاصة الأوراق اللي موجودة في وزارة الداخلية. فطبعا لما توصل لها اليوم يعني ده شيء كويس جدا وإن في تعاون. ده شيء مثبت يعني. هي أثبتت النيابة وصول. لا أثبتت طبعا وجوده، والنهارده في مرافعتها تناولت هذه الأشياء قدام المحكمة وطلبت في النهاية بتوقيع أقصى